الرجاء داخل العربي، جول. عملها نفس الطريقة اللي سجل بيها حمادة ناصر في الدقيقة 24 من الشوط الثاني، يسجل علي العربي الهدف الثاني، وفرحة أدي. هو عبد المولى مهنا سعيد بالهدف وفرحان بالهدف لفرقته. أدي جايبه لنا مخرجنا وبيطلب اللواء خالد بحسب مراقب المباراة بكل اللي طلعوا يرجعوا مكانهم، وأدي علي العربي.